ما تقارن الصورة ده واللي قام تثلث القرآن صدح من الود مرك القرآن خلا قال لي قام نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله بقية تبنس حبيبة كورين أيها خلا نوعا أبي درداء وحليه أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن نبي قال هو يري والمتين ميو كعاجز يا مالنت إنه آخر يوم قرآن كالثلثي صدح ضلال ضلال وكيف يقرأ وإلهي رسولك سيوسي ثلث القرآن الله آخر كرى يا أبي ويدية قال قل هو الله أحد يعدي ثلث القرآن من المكمل قل هو الله أحد وحول لقمام حي قرآن كصدح ضلال ضلال بقول لقمام كوين نبي عليه الصلاة والسلام بخارنا يسنوح أبي السعيد كورنيا نبو مغلي أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد نبو مغلي نك لو قل هو الله أحد وكوعي العلنية وحيد هذا وقتادة بن النعمان سامع نواب السعيد كير لفتي سيد هذا لبقنا قرابة مالكا هاي همين قل والله هو ضبو مغلي همين ورد الأخرنية تبعتني مركي واقو بريبو النبي قوي عليه الصلاة والسلام ووشين ننبا محاي ثم مغلي قل والله هو ذا كأنه يتقال من أول يرى استوى لفظ ذاتي منه قل والله مقران أخي قل والله ابنك قاعد العلنية المامية ورئيس النبي يقول والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن قل والله هذا رفض ستيه نودي سين وحي الأخرني وحور لقما بكو يري النبي عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن بقول لقما